هاي أنا اسمي أمل، عمري 28 سنة. اليوم رح شارككم تجربتي بالطبخ. هلا أنا ما كتير عندي تجارب سابقة بالطبخ، بس اليوم رح ساوي لكم تشيكن ستيك. طيب أنا صرت جاهزة، شو بدي بلش أول شي؟ بالدجاج، ملح، فلفل أسود. في ناس بيقولوا لازم تنطر 30 ثانية منشان تحط الزبدة، في ناس بيقولوا لازم تنطر دقيقة، أنا بقول لازم أنطر مقلاية تفال. شو بتقول؟ صارت الدويرة حمرة. هلا خليني أخبركم عن أول تجاربي بالمطبخ. دائما بفوت على المطبخ منشان اكل، يعني عاده مثل هلا او بكون طلبت دليفري او بكون نطرت امي شو طابخه. على فكره النار بتخلي الواحد يشوب يعني، وخلص هي حطيناها بما يكفي. انا بتصور انه صارت جاهزه. انا هلا ناطره فطرته يستوي. مين مبين معي؟ هلا رح احط الكريمه. هلا انا عاده يعني معروفه بحوادث السير، مالي معروفه بحوادث المطبخ. شفتوا ما اخذ معنا شيء وقت، بانتظار الحكم الذواق اختي الصغيره لنشوف شو ردت فعلها. وانتم اذا بدكم تشوفوا ردت فعلها تابعونا هون على انستغرام. يلا ان شاء الله تحب، ادعوا لنا.